النتيجة بيضاء، 0-0 في الذهاب، 0-0 في شوط أول من مرحلة الإياب. كيف ستنامين يا سوسة هذه الليلة؟ في عيونك دموع الخيبة لا قدر الله، أم في عيونك دموع الفرح بإذن الله؟ تمشي كورة مرة ثانية للنجم الساحلي، تماس واوت، برافو، يقتل الوقت ويكسر الريتم. لو أنا نحب صراحة هدف النجم، لأنه حتى لو تحسب وتقول ونوصل ضربة جزاء، الأهلي عنده حصام الحضر يحسم كل الركلات، إذا يلزم نسجل. وتمشي كورة ممتازة، ممكن هي الضربة والجول والهدف الأول، والهدف الأول. يا الله يا غربي، يا الله يا غربي يا ولد العربي، مش ممكن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تتغير الموازين، تتغير المعادلات. أخيرا 1-0، النجم الساحلي يسجل أول أهدافه في مرمى الحضري في آخر لحظات الشوط الأول. مش ممكن، مش معقول، مش منطق، مش مقبول. شوف الضربة يا الغربي، شوف عفوان في المرمى الأهلاوي. 1-0، 1-0 لنجمنا الساطع. الله الله الله، 1-0 والشوط سينتهي بإذن الله. مش ممكن هذه الكرة، قلت لك الكرة عندها مؤشرات. ضربت على العارضة لبودريكا، ضربت على العارضة المتعب، قلت فيها خير، قلت فيها خير. الآن 1-0، رد بالكم الأولاد، رد بالكم الآن، خلاص انت قربت في شوط رائع جدا، في شوط امتياز وممتاز لابن المصريين المدلل محمد أبو تريكا. 4 دقائق في الشوط الثاني، يفرق برشا السيناريو في أول ربع ساعة يا صابر. تمشي كورة خطيرة بالرأس يا ساتر، وهدف التعادل. قلتلك يفرق، قلتلك يفرق برشا التعادل عن طريق النحاس. إذا يتعادل النادي الأهلي. نعم الكأس ما زالت تونسية، ولكن المباراة تزداد صعوبة. هنا قوة النادي الأهلي، هدف بكرة ثابتة مخالفة مثل هذه، حرام هذا الهدف. هدف التعادل النادي الأهلي أول 5 دقائق. الآن شلت عندك، تشوف النادي الأهلي في الهجوم، شوف الهدف اللي كان ممكن تفاديه. جيلبرتو يضرب الرأس وحده، وحده يطلع لاعب. استغرب دائما من هذه الخفلة والهفوة. شوف الكورة، شوف الكورة والتعادل. جيلبرتو يضرب الرأس وحده النحاس. مش معقول، مش معقول يا دفاعنا، مش معقول يا دفاعي، مش معقول. والتعادل من النحاس. 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، التعادل 1-1. ترجع الفريق النجم، الامكانيه الانطلاق خطيره جدا. النجم الساحلي في كوره ممتازه، كوره المباراه، ولولا الحضري ويا ساتر. مش معقول يضيع عليك الكاس، ستكون قاسيه كره القدم لو غدرت بينا هذا العام، ستكون ايضا ملعونه يا الشامبيونز ان تخدعينا هذا العام. فريقنا يستحق، النجم الساحلي اليوم يستحق للامانه. اسالوا جوزيه واسالوا البدري، اسالوا الخطيب واسالوا حسن حمدي. نعم النجم اليوم يستاهل التتويج، تم عليه، لكن حقه انه يفوز باللقب الغالي يا بلبولي. ما تضحكش يا شرميتي الان، تضحك في الخاتمه والخواتيم. ويمشي الانطلاق، العب له شرميتي، شرميتي خلص 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 خلص. كم انت كبير يا ابن الخضراء، كم انت كبير يا ابن الخضراء. 2-1 السوبر تونسي، كما نطقتها وقلتها في اذاعه الجوهره التونسيه، قلت السوبر تونسي. الف مبروك علينا، ما ينقص شيء للاهلي، ما ينقص شيء من الاهلي. لكن اليوم نجمه الساحل كانت افضل، النجم التونسي كان اقوى. 2-1 هنا في قلب القاهره، فعلتها ايها الساحر، فعلتها ايها الساحر. النادي الصفاقسي خسر في البنزرتي ومشى وربح المريخ، النجم الساحلي خسر من الملعب التونسي وجا وربح الشامبيونز ليج. اذا نخسروا ديما في بطولتنا، اخسروا ديما في بطولتنا باش تربحوا وتنورونا في افريقيا. الشرميتي الشرميتي الشرميتي، جول، جولاثو 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 بكل لغات العالم. بالفرنسي قالوا بوت، بالايطالي قالوا ريتي، في الاسبانيه قالوا جولاثو، بالانجلش
قالوا جول، وبلهجة التي اعتزوا بها بونتو بونتو بونتو. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لكن مع النجم مش حتقدر تغمض عينيك. انتهت الحكاية اليوم. هاردك الاهلي النجم في اليابان، النجم الرياضي الساحلي في اليابان، هدفين لهدف. الفريق اللي يفوز في القاهرة يستاهل ويستحق. هكذا كان العنوان بانتظار قادم العناوين. اخيرا بعد ان تمنعت علينا سنين، بعد ان تمنعت علينا سنين، كرهتينا سنين، لفظتينا سنين، ها نحن نروضك بالحديد والنار يا الكافية الشامبيونز ليج. مبروك للخضراء، افرحوا، انسوا ميولاتكم وانتماءاتكم. هو الفوز للكرة التونسية هدية للتغيير بعد 20 سنة من العهد السعيد الجديد. نعم انسوا المكشخة وانسوا الكلوب وانساوا البقلاوة وانساوا بنزرة وسفاقس وكابس. اليوم انتم النجمة والهلال تجمعكم، تأمكم وتضمكم. واه من رجال النجم الساحلي، فعلها الرجال رغم الغيابات، رغم الغيابات فعلها بعزيمة. ولم يكذب ملك التكهنات عبد المجيد الشتالي اللي قال حتى بعد الذهاب النجم الساحلي سيكون البطل. اذا انهي مع هذا الكلام، انتهي مع هذا اللسان في لقاء يعجز اللسان على الوصف. نعم هي فرحة من الف ليلة وليلة. الحمد لله صراحة اني علقت على هذا اليوم السعيد بالثالث 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 بالثالث. موسى ناري، موسى ناري يسجل الثالث. 3-1 للنجم الساحلي. مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول. السوبر تونسي، الحمد لله اللي علقت على اول شامبيونز ليج في تاريخك يا كرة الخضراء. نعم نعم الحمد لله. 3-1 للنجم الساحلي، الهدف الثالث لفريق النجم. هو نفخة اظن، هو نفخة وليس موسى ناري. على كل تتغير الأسماء ولكن البطل واحد. هو من؟ هو موسى، موسى موسى ناري. نعم 1-0 عفوان الغربي، 1-1 عماد النحاس، 2-1 الشرميتي، 3-1 موسى ناري، وانتهت المباراة. ألف مبروك للنجم، ألف مبروك للكرة التونسية، ومبروك للكرة العربية. نعم خمرت في ساعة ونصف، نعم حبيت بلدي وحقي في ساعة ونصف، نعم أذرف الدموع سعادة وفرح على هذا الإنجاز التاريخي للكرة التونسية. ولكن أرجع وأقول في النهاية، يعني نحن دائما أشقاء. اليوم للنجم كما كان العام الماضي للأهلي، والكرة دائما تدور. الأهلي سيعود، النجم باقي، والعام القادم مسابقة بكل الكبار. الجيش الملكي من المغرب، شبيبة القبائل وستيف من الجزائر، النادي الافريقي والنجم الساحلي من تونس، وفريقي الكبيرين الأهلي والزمالك من مصر. إذا 2007 كانت سنة ساحلية، كانت للسواحلية، كانت للفرق والفرق التونسية. الشامبيونز ليج للنجم، كاس الكاف قربنا للسي اس اس، والسوبر تونسي. وانتهت انتهت انتهت المباراة. شكرا لكل من ساهم في انشاء هذا العرس الافريقي. عيسى حياته في دقائق سيسلم كأس افريقيا الابطال للنجم التونسي. الان استسمحكم في العودة للاستوديو للحديث في دقائق قبل ان يعود عدنان حمد الحمادي.